للحديث عن أزمة المياه الخانقة والجفاف الذي يواجهه العراق وسدود العراق والمخاطر المترتبة عليها، معنا من بغداد مسؤول القسم المهني في هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد المنعم جمعة. دكتور عبد المنعم، بداية مرحبا بك. وزارة الموارد المائية في العراق تقول إن المياه في السدود تتناقص، كيف أصبح العراق الحلقة الأضعف في حصص تقاسم المياه مع الدول المجاورة له؟ حياكم الله أخي العزيز، جزاكم الله خير. طبعا العراق لا شك أنه الآن الحلقة الأضعف أمام دول الجوار وخاصة إيران، التي بات لقمة مستساغة له، بل هو الحديقة الخلفية إذا صح التعبير، فهي تستغل فرض سياستها وسياسة أمر الواقع والاستيلاء على مجمل الثروات المشتركة بين البلدين، خاصة الشريط الحدودي الممتد من البصرة إلى السليمانية وما فيه من ثروات وخيرات طبيعية، وخاصة ما يتعلق بالمياه التي نحن بصدد الحديث عنها. العراق الحلقة الأضعف الذي لا يملك من أمره شيء، وهذا كله بسبب ضعف الأداء للحكومة الحالية التي لا تحرك ساكنا. وانظر إلى واقع الحال اليوم، الناس يشتكون والأراضي تجف وهم منشغلون بتقسيم الغنائم وكأن شيئا لا يعنيهم من هذا الأمر. وزارة الموارد المائية طالبت مرارا بتدويل أزمة المياه بعد تعدي إيران على حصة العراق المائية، لماذا لم تلاقي هذه النداءات أي صدى من وجهة نظرك؟ طبعا لا تلاقي صدى أخي العزيز، العراق ضعيف جدا ولا يملك من زمام أموره شيء، تتحكم به ميليشيات، حكومة ضعيفة، أحزاب متناحرة لتقسيم الغنائم فيما بينها، وهذا ما يشجع دول الجوار خاصة إيران على التمادي بالتحكم بحصص العراق المائية. ومعلوم أن من شروط أو من بنود اتفاقية الجزائر التي وقعت عام 75 كانت تتعلق بهذه القضايا، وهي الروافد التي تصب من إيران تغذي نهر دجلة. اليوم 85% العراق يفقد من هذه الروافد، تقريبا أكثر من 30 رافدا من الروافد يفقدها. الأداء الحكومي ضعيف جدا، فقط تصريحات لا صدى لها، وهذا هو معلوم. الجانب الآخر يعلم أن الحكومة العراقية لا تملك إلا التنديد والاستنكار، وإلا هل هو هذا واجب الحكومة؟ من كل حكومات العالم الكبيرة التي يمكن أن يستخدموها. نعم. دكتور، كل حكومات العالم عندما تقوم بإدارة دولة، إدارة الدولة يعني تشمل الكثير من العناصر، التخطيط للإدارة ثم التنظيم ثم المتابعة ثم التقويم ثم التنفيذ إلى أن تحصل على مخرج معين، هل يعقل أن إدارة الدولة صفر في العراق إلى هذا الحد، بحيث أن لا يخصص من الميزانية أي شيء بالنسبة لبناء السدود وحفظ حقوق العراقيين من المياه؟ لو حدثتك من الواقع ومما نشاهده بأعيننا ونسمعه بآذاننا من المزارعين أنهم بدأوا يحفرون الآبار، يعني على سبيل المثال محافظة ديالة على سبيل المثال للحصر، التي فيها الكثير من الروافد المائية وفيها سد حمرين وفيها النهر الكبير نهر ديالة المعروف، بدأوا الآن أصحاب البساتين والأراضي الزراعية يحفرون. تصور وصل الحد إلى هذا الأمر. عدم التوزيع العادل، هناك أصحاب النفوذ والذين لديهم القوة والسلاح ممكن أن يستحوذوا على حصص الآخرين من المياه، تخبط كبير في توزيع الثروة المائية فضلا عن التنازل والسكوت عن فقد أكثر من 30 رافدا من روافد نهر دجلة. نحن الآن في الشتاء
والناس يشكون من قلة المياه، فما بالك بعد بضعة أشهر عندما يأتي الصيف هناك أنهر رأيناها بأعيننا أنها قد جفت تماما، وهذا ما ينذر بخطر شديد على محو كثير من القرى والأراضي الزراعية، وبالتالي العراق يتحول من أرض السواد الذي كان سلة غذائية لكثير من بلاد المسلمين يستجدي الغذاء من دول الجوار. يعني القطاع الزراعي في العراق عانى ما عانى الكثير، يعني في السنوات التي مضت أو حتى في فترة قريبة شهدنا يعني حرق البساتين وحرق الحقول الزراعية بشكل رهيب، كذلك يعني قتل الثروة السمكية، الكثير من المصائب حلت على العراق وعلى القطاع الزراعي في تجريف الأراضي الزراعية وإحلال محلها أراضي للسكن. يعني كل هذه الأمور يعني لو نقرنها مثلا بالمياه وزياء بالجانب التركي مثلا كمقارنة، وافقت على تقاسم الضرر المائي مع العراق، ولكن ما يجري في العراق الآن إلى أي مدى يثبت أن إيران تتعمد وصول العراق لوضع يهدد أمنه الغذائي وكذلك المائي؟ بالتأكيد هي تريد أن يصبح العراق أخي ضيعة لها، وتستفيد منه كسوق تجاري لتصريف بضائعها. الآن المنتج لو تذهب إلى الأسواق وترى البضائع الإيرانية، تصور حتى أبسط الأشياء التي يستخدمها الإنسان من الخضروات والفواكه نجدها في السوق أنها منتج إيراني، وبالتالي المخطط واضح ومعلوم لكل إنسان. يعني لم يعد الأمر يقتصر يحتاج إلى محللين أصحاب فكر ورأي أبدا، اسأل أي إنسان بسيط، اسأل طالب في الصف الرابع أو الثالث متوسط يجيبك على هذه المخططات وهذه الأعمال التي لم تعد خافية أبدا. لقد حلت كوارث كثيرة على هذا البلد، وآخرها وليس بآخرها هي هذه حرب المياه التي يبدو أن الحرب على العراق ما تزال مستمرة وتتخذ أشكالا متعددة، ومنها اليوم حرب المياه. نعم، من بغداد مسؤول القسم المهني في هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد المنعم جمعة، شكرا جزيلا لك.